الذي تفسيرها وتسميتها غزالة، وهذه كانت ممتلئة أعمال صالحة وزر الآخر التي كانت تعملها. وحدث في تلك الأيام أنها مرضت وماتت، فغسلوها ووضعوها في عليتها. وإذا كانت جدة قريبة من يافا وسمع التلاميذ أن بطن سناء، أرسلوا إليه رجلين يطلبان إليه لا تدوان عن المجيء إلينا. فقام بطرس وجامعهما، فلما جاء أصعدوه إلى موضع الليل، فوقفت أمامه جميع الأرامل يبكين ويرين الأقمصة والثياب التي كانت تعملها لهن، بينما كانت معهن غزالة. فخرجهم جميعا بطرس خارجا وجلس على ركبتيه وصلى والتفت إلى الجسد وقال: يا طبيسة قومي. ففتحت عينيها، فلما نظرت بطرس جلست، فناولها يده وقومها ودعا بالتيسين والأرامل ووقف لهم حيا. فزاع هذا الأمر في يافا كلها، وآمن كثيرون بالرب. لم تزل كلمة الرب تنمو وتكثر وتزل تسر في بيعة الله المقدسة. آمين.